اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اقول لكم طبعا قبل ما نروح لهذا الانجاز الكبير، ما يفوتناش طبعا في برنامج الابطال ان احنا ننعي وفاه الكابتن طارق الصغير رئيس جهاز البليل المائي في النادي الاهلي، والحقيقه وفاته المنيه اول امبارح. اللي ما يعرفش كابتن طارق الصغير، كابتن طارق الصغير من احد الشخصيات المحبوبه جدا في النادي الاهلي، مش بس على نطاق السباحه وكره الماء والعاب الماء، ولكن على كل الالعاب الاخرى. احنا بننعي وفاته والحقيقه يعني ربنا يجعل الامه في اخر حياته تبقى سبب في انها ترفعه درجات. الحقيقه لو شفنا صور طبعا جنازته او حضور الجماهيري لمراسم جنازته هتعرفوا قد ايه كان محبوب. احنا بننعيه هنا وبنقول له او بنقول لاسرته طبعا ربنا يرحمه، وبنربط على ايديهم، واحنا مش زعلانين عليه لان احنا عارفين ان شاء الله انه في مكان احسن باخلاقه وبطباعه وبجدعنته وبالاصول اللي كان فيها، اكيد هو في مكان افضل. معلش يا كابتن اشرف، كان لازم في البدايه ننعي وفاه كابتن طارق الصغير طبعا، وانا عارف انه كان مقرب لحضرتك جدا. طبعا كابتن طارق من يعني زميل من 45 سنه في النادي، وكنا زملاء واحنا صغيرين لعيبه في هو بيلعب هاندبول تقريبا، واحنا كنا في التنس طاوله وكنا قريبين من بعض، وكنا بنلعب كوره كتير مع بعض في رمضان، ويعني كانت العلاقه طيبه. وكمان زياده ان زوجته كانت زميله زوجتي في فريق كره الطايره في الاهلي. نعم. فطبعا يعني عشره عمر ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مواليد الجنه طبعا خالص العزاء، ونربط على ايديهم ربنا يصبرهم يا رب. ربنا كابتن صبر. سيد برضو كابتن طارق يعني كان طبعا انا يعني من شخصيات يعني عشرتي بيها، طبعا مش زي كابتن اشرف يمكن الموضوع كله 5 6 سنين بالنسبه لي، بس سبحان الله والله من اول يوم شفته فيه وانا بحبه جدا، وهو الحمد لله بيبادلني نفس الحب، وكان دايما يقعد يعني لما اجي اكلمه اقول له انتوا عيال ولاد حلال، وعليا انا واخويا علي يعني، فانتوا ولاد حلال ومتربيين وبتاع، فسبحان الله يعني وانا يمكن حلمت بيه قبل الوفاه، والله قبل الوفاه بثلاث اربع ايام كده حلمت بيه، بس يعني هو الحمد لله ان شاء الله في مكان احسن، ويا رب الحمد لله ربنا يرحمه.